لا تكل المرأة السورية في مدينة سلمية عن خوض معترك الحياة الاقتصادية، باحثة فيها عن طوق نجاة لها ولأسرتها. ثورة شاهين سيدة استطاعت أن تتحدى كل الظروف وتستغل إمكاناتها وخبرتها في صناعة المأكولات وإقامة مشروع منزلي صغير من خلال صناعة الحلويات بأشكال متعددة ونكهات مميزة وبيعها. أنا بشتغل بمجال مواد تصنيع المواد الغذائية من أجل هالظروف اللي حكمت بلدنا الغالي، مشان نكون سند وعون لزوجي بهاي الظروف. في مجالات كتير بالتصنيع، يعني بالغذائيات، أهمها هلق فترة العيد عم نشتغل بمجال الحلويات. حلويات العيد ينعاد على الجميع إن شاء الله بالخير يا رب. معمول التمر، الكرابيج بجوز ولوز، البيتي فورات كله، يعني مشان ضيافة العيد. بهالمناسبة بحب عايد الكل وبوجه رسالة لسيدات سلمية وسيدات سورية بالأحرى كاملة أن تكون عون لزوجها ولبيتها وأسرتها بهالظروف هذه، وتحاول قدر الإمكان أنه تشتغل بهالمجال، هو المجال هذا، لأنه مجال حلو وفي شيء من الفن وفي شيء في إفادة لها ولأولادها ولأسرتها ولزوجها. بهمة عالية تتابع ثورة عملها في صناعة الحلويات التي تصنعها بكثير من الحب ليصبح مصدر رزق لها ولتحسين وضعها الاقتصادي، وليكون للمرأة دور في تعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي.